You're watching UNICEF television. يعني أكيد لو ما كنا وصلنا لمرحلة كتير بشعة ما كنا نجي لهون. ما ضل عنا يعني حل إنه ما ضل المنطقة بسوريا إنه ما ضل فيها لا ضرب يعني لحتى وصلنا نقطة وجينا لهون. أنا أكثر شيء رح أقوله بهمني يعني بتمنى إنه أرجع، بتمنى لكل حدا ساكت وعم بيشوف السوريين كيف عم بموتوا، وهلا أنا إذا نجيت نجت حياتي يعني وجيت لهون بس أكيد في ناس لسه عم بتموت بسوريا. You've been watching UNICEF television.